ابتدي في الأول أجهز قشور البرتقال. هحتاج سكين وأبتدي أقطع قشور البرتقال إلى عيدان رفيعة بالشكل هذا. أبتدي أسلقها سلق خفيف بشوية مي، مش حضيف إلا مي فقط، هنخلي المي تغلي وأبتدي أسقط قشور البرتقال في المي. بعد مرور حوالي 5 دقائق بشيل خالص البرتقال من المي وبرجع تاني بحطه في وعاء تاني وبسلقه بنفس الطريقة بمي جديدة برضو لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق على حسب ما أنا بدي درجة المرورة. أعزائي المشاهدين، خطوتنا التالية بعد ما سلقنا قشور البرتقال، عندي السكر وعندي عصير البرتقال في قدر مناسب الحجم، ببتدي أحط العصير والمي. هشيل البرتقال المسلوق ومباشرة هحطه على الخليط اللي جهزناه من السكر والمي والعصير. أعزائي المشاهدين، بعد ما غلى قشور البرتقال لمدة 40 دقيقة ببتدي أخذ شرائح أو أصابع البرتقال وأحطها على شبك بالطريقة هاي وأسيبها لغاية ما تنشف تماما. ما بنفع أحطها بالثلاجة، خلوا بالكم لأنه هذا سكر، لو حطيته بالثلاجة حيعرق ويلتصق في بعضه. أعزائي المشاهدين، خطوتنا التالية اللي هي بعد ما نشفت هالعيدان بس مش ناشفة 100%، بتضل فيها رطوبة وهذا اللي أنا بدي إياه، أغطيها بالسكر. أعزائي المشاهدين، خطوتنا التالية بعد ما نشف عندي السكر حنغطسها بالشوكولاتة.